منذ العام 2003 ولغاية الآن وفي ظل انتشار السلاح في العراق وعجز الأجهزة الحكومية على حل هذه القضية، تزداد ظاهرة النزاعات العشائرية في محافظة العراق وخاصة في المحافظات الجنوبية، وهذه النزاعات تستخدم فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة ما أدت إلى خسائر بشرية كثيرة. على منصات التواصل الاجتماعي تداول ناشطون مقطعا مصورا لنزاع عشائري في منطقة قرمة علي في البصرة تحول إلى اشتباك مسلح عنيف وكأنه معركة. هذا النزاع ومع الأسف أدى إلى مقتل 3 مواطنين وجرح 7 آخرين، فلنتابع. ترى بالطير.